طيب هنيجي دلوقتي نطبق نطبق بقى على ايه مثال محلول. ده الكوبري معانا اللي احنا شغالين فيه من اول الدراسة اللي احنا تصميم كوبري متكامل. ماشي، زي ما قلنا الـ A المسافة ما بين السترينكر او الـ A المسافة ما بين السترينكر 2 متر، وهو بيتكون عدد ست بواكي داخلية 1 2 3 4 5 6. ماشي، وعندي الـ C المسافة دي 75 متر 75 من 100 متر، وبي متر 75، يعني ده معناه ان عرض الطريق ده ان السايد ووك هنا 75 زائد 75 سنتي زائد 175، ده معناه ان هو هيبقى طوله اكبر من المتر ونص. ده معناه ان احنا مبدئيا كده عارفين ان السايد ووك عندي هنا هيبقى معرض لحمل نص طن على المتر سكوير، لان الطول اكبر من متر ونص. وقلنا ان هو بيتكون ان في عندي 10 كروس جيردر والمسافه بينهم 6 متر. نبدا نتنقل لتصميم الكروس جيردر. فانا قلت وزن الكروس جيردر 3 من 10 طن على المتر سكوير. تمام، اتاكد بس ان الكاميرا ان التصوير شغال. وقلنا هنفترض ان الوزن الذاتي الاون ويت الكروس جيردر 300 كيلو جرام على المتر الطولي، يعني 3 من 10 طن على المتر الطولي. ماشي، فاحنا اول حاجه هجيب الديد لود. ماشي، فانا عندي هنا 3 من 10 حمل منتظم. تمام، ماشي، بس ايه معلش ايه هنا بس صح هنا تصميم صغير كده ان هنا ديت يا جماعه ايه ده الاون ويت للكروس جيردر. ماشي، ده الاون ويت للكروس جيردر، الاون ويت للكروس جيردر. تمام، اللي هو 3 من 10 طن على المتر سكوير. ماشي، انا عندي اللود من السترينجر كيو ديد لود من السترينجر انا كنت حاسبها قبل كده. تمام، كانت 4 طن ونص، فيبقى الار ديد لود اللود اللي هو جاي على الكروس جيردر من السترينجر 9 طن. تمام، فادي هنا الار ديد لود اهوت، هنا هيبقى في ار ديد لود الديد لود الجاي من السترينجر، وهنا يبقى موجود هنا وهنا 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 في النقط اللي في النص. طبعا في الاطراف هيبقى نص القيمه، في الاطراف هيبقى ايه نص حمل. تمام، لان احنا فاكرين انها كانت العلاقه بتاعتنا. نرجع تاني مفيش مشكله، نرجع تاني اهو. كنا بنقول ايه 7 من 10 A زائد 15% في S. السبيسنج بتوين هنا السبيسنج بتوين سترينجر كان عندي هنا A وعندي سترينجر سبان، فانا عندي هنا عندي نص تحميل. فاحنا هنا للتبسيط فاحنا هناخد على طول ايه ان القيمه ديت هنضربها في نص ونقصر بنص حمل هنا. تمام،
على اساس ان السبيسنج بتاعه النص. طبعا في رقم تاني اللي هو اللي هي 7/10 ايه زائد 15/100 ماشي، بس احنا للتسهيل هنقول ايه هيبقى نص الحمل على طول. طيب دلوقتي انا اقدر ان انا للتسهيل هنا انا عندي هنا احمال مركزه على مسافات متقاربه، ممكن ان انا اجيب الحمل ايه المكافئ على طول. فانا اقول عندي 1 2 3 4 5 6 7 انا عندي اصلا 6 باكيات، فلما بيبقى عندي 6 باكيات بيبقى عندي 7 كاميرات، فيبقى 6 باكيات زائد 1 هي عدد الباكيات زائد 1 عشان البادي نضربها في الار ديد لود، بعدين معايا نص هنا يمين ونص شمال يبقى 2 في نص ار ديد لود زائد الاون ويت بتاع الكروس جيردر، الاون ويت بتاع الكروس جيردر اهو اللي هو 3/10 طن على متر سكوير، اضربه في الطول الكلي اللي هو الان، الطول الكلي اللي هو ان في اي ماشي زائد 2 بي زائد سي اللي هو الطريق اللي هو الان في اي زائد 2 سايد ووك اللي هو السي زائد بي. هعمل ده كله واقسمه على عرض الطريق اللي هو الان في الاي زائد 2 في طول السايد ووك اللي هو السي زائد بي. اقوم لما اجي اخد الاحمال المركزه والمنتظمه اخدهم كلهم، الاحمال المركزه زائد الاحمال المنتظمه في طولها على الطول الكلي، فانا اقدر اجيب الحمل المنتظم المكافئ. وتقولنا ده للتسهيل يا جماعه، ده للتسهيل عليكم. طبعا بالسوفت وير والحاجات المتقدمه نقدر نحسب الامور بدقه اعلى، لكن احنا عايزين هنا يبقى في تسهيل علشان توصل بس الفكره ازاي توزع الاحمال. الحمل هنا المنتظم المكافئ اهو، يبقى الحمل المنتظم يبقى اسهل لي في الحل من ان انا ابدا احسب المومنت والشير، تبقى هياخد وقت طويل، لكن هنا لما ناخد حمل منتظم هنقدر نحسب اللود الشير والمومنت بسهوله بدقه مقبوله. طيب انا لما هاجي اعمل كده اقول والله طب انا هجيب بقى ايه الرياكشن هنا ده الاف ديد لود، فاحنا هنقول ان هو هيساوي ايه؟ هيساوي الحمل المكافئ، انا خلاص حولت الكاميرا ايه لحمل مكافئ ماشي، الحمل المكافئ ده في طول الكوبري بحاله واقوم اقسمه على 2 ماشي، بقسمه على 2 هو الحمل ده كله، لان الاف ديد لود هنا هتبقى ركيزه هنا وركيزه هنا، فكل واحده منهم هتاخد نص الحمل، فيبقى الكوفلنت لود مضروب في طول الكوبري اللي هو ال n في a زائد 2 سايد ووك سي زائد b ماشي، ناخد ده كله نقسمه على الاثنين، فيبقى الاف ديد لود هنا نص حبل نص الحمل اللي هو نص الحمل اللي عندي ده، فيبقى 38.55 طن. طيب يبقى انا جايبها ليه هنا؟ علشان احسب الماكسيمم مومنت، فانا هجيب هنا الرياكشن، فيبقى فانا عندي هنا في رياكشن طبعا خلينا ايه نحط الكود كده هنا، فيبقى عندي هنا ايه ادي هنا مش ادي هنا خلينا انا عندي هنا كاميرا اهي، كاميرا يا جماعه ماشي اهو، ادي حمل منتظم اهوت اللي هو 4 5 3 5 طن على المتر سكوير، وهنا الرياكشن هنا انا حسبته هو اللي هو ثابت برضه هنا اللي هو هيبقى 38.55، وهنا السبان اهو هنا ال n في ال a وهنا b زائد c، فهيبقى هنا المومنت عندي هيبقى عامل ازاي؟ يبقى بالشكل ده. واحد يجي يقول لي طب يا دكتور احنا حطينا هنا التحميل ليه بقى؟ ليه على طول الكاميرا؟ ليه ما عملنا ليه ما حطيناش الديد لود بس في الجزء ده؟ يعني ليه ما حطيناش الديد لود بس في الجزء ده؟
الاجابه طبعا لان ده حمل ثابت، ده ديد لود ثابت، انت ما تقدرش تتجاهله. انت في حالات التحميل تقدر تقول انا هحمل جوه الكوبري بحمل اقصى، او احمل الكانتليفر بحمل اقصى، او احمل الكوبري كله بحمل اقصى، لان دي احمال متغيره، لكن وزن الكوبري احمال ثابت. عشان كده لازم نيجي نحمل الكاميرا كامله، ما نجيش نقول والله علشان احسب هنا الماكسيمم مومنت او ما احمل الجزء ده هنا من هنا لهنا بس عشان تبقى المومنت هنا دبليو ال سكوير على 8. لا لا، ده حمل، ده ديد لود. فعشان كده انا هاجي احسب المومنت هنا ماشي، اللي هو الام كروس جيردر 1 اللي هو هيساوي القوه دي في المسافه دي ماشي ماشي، ناقص دبليو اللي هي دبليو في ال سكوير اللي هو المسافه دي اللي هي البي في المسافه هنا، ناقص دبليو ال سكوير اللي هي دي، وسمينا دي مثلا ال، او خلينا نسميها نص ال، ونسمي يبقى 38.5 في المسافه مثلا اكس ماشي، ناقص دبليو في ال سكوير على 2 ماشي، اللي هي دبليو في ال في ال على 2. تعالى نيجي هنا بقى نطبق ماشي. فاحنا لما نيجي هنا نعوض نلاقي ايه، ان الماكسيمم مومنت هيبقى 96.375 من 1000 طبعا، والشير هنا هيبقى الاف ديد لود ناقص الايه اللي هو الاف ديد لود اللي انا كنت حسبتها هنا، ناقص ار ديد لود على 2، ناقص الار ديد لود على 2. ليه؟ لان انا عندي هنا في الشيب اوف، انا عندي هنا ايه، عندي هنا ايه حمل هنا، خلينا نرجع صح، انت عندك هنا ار ديد لود هنا اهو، ادي الجزء ده هنا، ادي هنا ار ديد لود على 2، وهنا الاف ديد لود، وهنا اللي هو ايه اللي هي دبليو كروس جيردر اللي هي 3/10 ان هي ايه، اللي هي 3/10 طن على المتر سكوير، 3/10 طن على المتر سكوير. فده معناه ان الشير هنا هيساوي ايه، يبقى هنا كيو ماكسيمم هنا تساوي ال F dead load ناقص R dead load على 2 ناقص ال W cross girder مضروبة في المسافة اللي هي ايه دي اللي هي B زائد C. وده اللي هي واضح، يبقى F ديد لود ناقص R ديد لود على 2 ناقص الاون ويت الكروس جيردر مضروبة آسف يا جماعة، هنا المسافة هنا في B، المسافة هنا مش B زائد C، المسافة هنا B، المسافة هنا B اهو، الركيزة بتاعتي هنا، الركيزة بتاعتي هنا، فالمسافة عندي هنا ايه بي. تمام، احنا هنا بعد هنا ايه عشان برضه ايه نبقى شوية مظبوط، يبقى نيجي هنا هنا كده شوية، ان المسافة ديت بي، فده معناه ان بي زائد سي فين،
هنا شوية كده. تمام؟ يبقى هنا في ايه؟ بي زائد سي بعد التركيز بشوية. تمام؟ زي ما هو ايه ظاهر عندي هنا، زي ما انا ظاهر عندي هنا بي زائد سي، بي زائد سي المسافة، المسافة من هنا للركيزة بي ومن الركيزة لي أول حمل تبقى ايه سي. طيب نيجي بقى على القيمة دي تطلع معايا بكام؟ 33.52 من هنا. بعد كده نيجي بقى على اللايف لود. تمام؟ هنبدأ نيجي بقى على الحالة الأولى. أنا عندي بي واحد اللي هي قلنا 15 زائد اس ناقص 1.2 على اس، ودبليو واحد اللي هي 9 سبيس. فده معناه ان بي واحد هتطلع ب 27 ودبليو واحد ب 5.4. ماشي؟ يبقى كده ايه؟ ادينا حسبنا البي واحد والدبليو واحد لاول لين واحد. بعد كده نيجي على لين اثنين. ماشي؟ يبقى برضو عندي تراك 40 طن، حمل العجلة 10 طن، وحمل منتظم ربع طن على المتر سكوير. هنيجي نفس البي 2 ودبليو 2، تطلع بي 2 ب 18 ودبليو 2 بطن ونص على المتر، على المتر الطولي. نيجي على الحارة التالتة ال 20 طن. ماشي؟ يبقى احسب بي 3 ودبليو 2، فتطلع عندي بي 3 ب 9 طن ودبليو 2 اللي هو ربع طن على حمل، نتيجة حمل ربع طن على متر مربع، فتطلع دبليو 2 بواحد ونص. وزي ما قلنا ان ايه دبليو هنا، هنا دبليو 2، هنا دبليو 2، وتلاقينا هنا برضو استخدمنا هنا ايه دبليو 2، لان الحارة الثانية والثالثة الحمل المنتظم عندهم ثابت. ماشي؟ طيب احنا عندنا دلوقتي السايد ووك، عندي قلنا لو هو اقل من متر ونص يبقى الحمل المنتظم ربع طن على المتر. ماشي؟ ولو كان اكبر فناخده ايه نص طن على المتر سكوير. خلاص خلينا هنا ايه نعدلها لو عندنا مره كده على المتر سكوير. ماشي؟ طن على متر سكوير. تمام؟ طيب السايد ووك عندي هنا بيساوي سي زائد بي. السي كانت 75% متر والبي 1.75% متر. يبقى المجموع بتاعهم قد ايه؟ يبقى 2.5 متر. يبقى الاف ال سايد ووك اقل من 1.5 طن واقل من 1.5 متر، تبقى دبليو 3 بربع اس السبيسي. والا لو كانت تساوي او اكبر من متر ونص فهتساوي دبليو 3 هتساوي نص اس. فنتيجه ده طبعا ان دبليو 3 هتبقى ايه، انا بديله هنا شرط عشان يحسب لي دبليو 3. دبليو 3 هتطلع في ايه 3 طن على المتر الطولي. تمام؟ هنيجي بقى على حالات التحميل اللي هي ماكسيمم مومنت ماكسيمم شير. هنيجي على حاله الماكسيمم مومنت. هنبدا نقول هنحط السنتر لاين. وطبعا يا جماعه الحاجات دي برضو ليها حالات تحميل. ممكن حاله التحميل زي ما قلنا ان يبقى حمل العجله يبقى في النص، وبعد كده وفي حاله تانية نقول ان محصله التحميل بتنصف المسافه ما بين المحصله والحمل المقابل بالنص، يعني زي ما احنا كنا حسبناها في الريلوي بريدج لما كنا بنحسب ماكسيمم لود على على السترينج، وكنا نجيب نقول المحصله وتقسم المسافه ما بين المحصله والمسافه وما بين المسافه ما بين المحصله واقرب حمل كان المحور ينصف. احنا هنا يا جماعه هنستخدم مبدا بسيط. ماشي؟ للتسهيل 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 بس، لكن مش شرط ان ايه ان لا ده انت المفروض شرط ان ده يكون اكيد ان دي ماكسيمم كيس. لا ممكن تبقى في حالات تانية بس دي غالبا هتدي
هتدي حالة تحميل. حتى الأحمال التانية لما تبقى أكبر هتبقى بفروق صغيرة أو حاجتها تبقى ضعيفة. ماشي. لكن الأصل إن أنت في التصميم إن شاء الله بعد كده تستخدم برامج تحليل وبتاخد كل حالات التحميل معاك. فإحنا دلوقتي عندنا حالتين، حالة الـ M maximum وحالة الـ Q maximum. نتيجة حالة الـ M maximum بيبقى عندي العجلة 60 طن تراك بتبقى في نص الكوبري. ماشي. وبعد كده بيبقى جنبها لو الطريق عرضه يسمح 40 طن تراك، ويبقى جنبها الناحية التانية لو عرض الطريق يسمح 20 طن تراك. تمام. زي ما انتوا شايفين هنا، ودي تبقى ايه حالة مثالية للكاميرا كروس جيردر محملة بالثري لينز، لين واحد ولين اثنين ولين ثلاثة، وكمان في عندي مسافة هي كمان بتسمح بالحمل الزيادة، الحمل الزيادة اللي هو زيادة يعني في المناطق اللي هي أزيد من اللين واحد زائد اتنين زائد تلاتة، واللي احنا بنملاها بالحمل المنتظم ربع طن على المتر المسطح. طيب يبقى انا هنا عند في النص، وزي ما اتفقنا تاني ان احنا هناخد الحالة دي الماكسيمم، لكن ممكن بالدراسات يكون في حالات تكون ماكسيمم اكتر بفروق بسيطة، لكن للتسهيل هنلتزم بس بالحالة دي. عندنا هناخد هنا بي واحد هي زي ما انتم شايفين عند المحور بي واحد، وعلى بعد 2 متر بي واحد كمان، المسافة بينهم 2 متر، وبعد كده نص متر يمين بي واحد هنا ونص متر شمال بي واحد هنا، ده كله هيبقى متغطي بالحمل المنتظم دبليو واحد اللي احنا حسبناه قبل كده بي واحد ودبليو واحد. بعد كده هنيجي عند الحارة التانية اللي هتبقى محملة بالأربعين طن بعرض حارة 3 متر، هيبقى في عندي حمل مركز بي اثنين مقداره 10 اللي هو ناتج عن حمل عجلة 10 طن، وده اللي هو كانت البي اثنين بتاعته 18، والحمل المنتظم الناتج عن الحمل اللي هو المنتظم الناتج عن الربع طن على المتر سكوير اللي هو دبليو اثنين، وهو بقيمة خلينا نطلع تاني هنا، وهو بقيمة قد ايه يا جماعة؟ 1.5. ويفضل معانا دبليو ثلاثة اللي هو الحمل المنتظم الناتج من السايد ووك، وبما ان السايد ووك عندنا اكبر من 1.5 متر، وبالتالي هيبقى دبليو ثلاثة هتساوي نص طن على المتر سكوير مضروبة في S اللي هي اللي هو السبيسنج بتوين كروس جيردر. تمام. فيبقى عندي هنا ال W3 3 طن على المتر الطولي. طيب هيجي هنا بقى المرحلة التانية، عايز احسب بقى الماكسيمم M والماكسيمم Q. مدام انا عندي هنا كانتليفر هنا، خلينا نبص على الكاميرا هنا اهو، انا عندي هنا سبورت الكروس جيردر، هنا ليه سبورت اللي هو المين جيردر الناحيه دي زي ما انتم شايفين، ادي المين جيردر بيبقى ليها سبورت هنا، والمين جيردر هنا تمثلها سبورت الناحيه دي، وبالتالي يوجد عندي كانتليفر ناحيه اليمين وكانتليفر ناحيه الشمال. لما ببقى عايز احسب الماكسيمم مومنت، طبيعي ان انا من الافضل ان انا ما احطش لايف لود عند الكانتليفر، لان لو في لايف لود اتحمل ساعتها قيمه المومنت هنا هتقل زي ما شرحنا قبل كده، وبالتالي هنحمل الكاميرا داخليا بدون تحميل الكانتليفر. في طريقه سهله علشان نحسب المومنت،
بان انا اقول اضيد التبسيط ان انا لو حطيت مومنت حمل مركز في النص بمقدار 1 طن فبيبقى المومنت هنا نتيجته ايه؟ لما بيبقى عندي حمل مركز في منتصف الكاميرا بيبقى المومنت بيبقى على شكل مثلث، بيبقى اقصى قيمة لي عند الرأس المثلث بتساوي بي ال على 4. فانا هجيب المثلث ده احط 1 طن واجيب قيمة البي ال على 4 ماشي، والبي عندي بواحد، فده معناه ان هنا هاخد الطول ده اللي هو الطول ده اللي هو ال هنا تمثل عرض العرض الداخلي ده، نشوف ده قد ايه، وهو واضح هنا اللي هو البي تساوي اللي هي الان في عدد الباكيات زائد 2 سي. خلينا نرجع ونشوف اول مسألة اهو، انا عندي هنا ان في ايه المسافات ما بين عشان بغطي هنا المناطق كروس السترينجر الان في الاي، وفي عندي مسافة سي لغاية السنتر المين جيردر، وعندي برضو سي لغاية السنتر للمين جيردر، وبالتالي الكاميرا هنا عادي بتتكون من جزء ما بين الركائز اللي هي المين جيردر يساوي ان في اي زائد 2 سي، سي هنا وسي هنا. الطول الكلي بقى بيبقى نفس الموضوع زائد بي ناحية اليمين وبي ناحية الشمال 2 بي، لكن البي اليمين وبي الشمال ده جزء كانتيليفر. يبقى انا ارجع تاني، هل البي هنا هدخلها في حساب المومنت او هحملها باحمال منتظمة؟ لا، في حالة المومنت، لكن ممكن هتبقى محملة في حالة الشير فورس. طيب يبقى انا عندي هنا البي هحسبها بي على 4 هتديني القيمة هنا، وهعمل اسقاط لكل حمل، يعني عندي هنا اشوف البي 2 قيمتها هنا قد ايه، وهنا W2 ليها طول معين ماشي، ويبقى ليها حمل مكافئ في النص، كل حمل منتظم يمكن تمثيله بحمل مركز في المنتصف، في منتصف الحمل المنتظم ماشي. فناخد W2 نضربها في الطول اللي هي موجودة فيه وهيديني قيمة حمل مركز، ونشوف الحمل المركز ده هنا اسقاطه هنا يساوي ايه. هنا برضو W3 اهو، هنا W3 حمل منتظم همثله بكوفلنت كونسنتريتد لود هيساوي W3 في الطول ده، الطول ده اللي هو C، اللي هو الطول ده اللي عندي اللي هو C اللي هو W3. فيبقى عندي الحمل المركز هنا W3 في C، هشوف هنا مكانه فين ليه اسقاط واشوف القيمة هنا، ونفس الوضع هنا للحمل W2، واشوف برضو بي قيمة B2 اسقطها هنا في المثلث قد ايه، ونفس الوضع بالنسبة لB2 وB1. المسألة زي ما انتم شايفين هنا انا حاطط الارقام برموز ماشي، بحيث ان انت تبقى فاهم الوضع عامل ازاي. بعد كده هتجيب المومنت، هتقول ان هو هيساوي ربع اللي هو بي اللي هي بي على 4 مضروبة في الاسقاط. بقى عندي هنا B2 ماشي، B2 في الاسقاط الطول ده، الطول ده هجيبه ازاي؟ بسهولة يا جماعة، من تشابه المثلثات، تشابه المثلثات اللي احنا درسناه في في اعدادي، مش اعدادي هندسة، في الدراسة الاعدادية. فهنقول الطول اللي هو الطول لغاية هنا لغاية الطول لغاية الواحد طن هنا هيساوي المسافة ديت على المسافة اللي هي بي إلا على 4 تمام. فأنا أجي أقوم أجي بقى أشوف الإسقاط وأخد الفورس وأضربها في الإسقاط. عندي هنا خلينا نشوف هنا مثلا بي واحد هنا هتساوي القيمة اللي هي هتبقى ايه، القيمة اللي هي الربع بي تمام.
بس انا باخد بقى ربع بي بحطها ايه بره، لان انا هضربها في كل الايه الترمز الداخليه، فهي هنا هتساوي قيمه الوحده ماشي. وفي عندي هنا كمان بي واحد الناحيه دي اهي، بي واحد ديت هتساوي المسافه ديت، المسافه ديت اللي هي اللي هي المسافة من النقطة دي لغاية نقطة تحميل بي واحد على الطول اللي هو نص بي، اللي هو نص بي، لأن هو الحمل هنا في نص الكاميرا، فبقول المسافة ديت على نص طول الكاميرا ماشي. لما ينضرب في ربع، في ربع بي أو البي على أربعة يديني هنا الإسقاط الخاص بي بي واحد، فيبقى بي واحد هنا تساوي واحد اللي هو هنا زائد اللي هو واحد مضروب في ربع بي زائد الاسقاط الجزء ده اللي هو الجزء ده مضروب في ربع بي ماشي. وبهذا وبالطريقه ديت نقدر نحسب اسقاط كل حمل مركز في تشابه المثلثات، وبناخد الربع بي اللي هي بي ال على 4 بره، وبالنسبة للأحمال المنتظمة ناخد الحمل المركز المكافئ في السي جي الخاص بالحمل المنتظم ونشوف إسقاطه في المثلث. نيجي هنا نشوف هنا البي هنا عندي المفروض تطلع 13 متر ونص، وبالطريقة ديت أحسب المومنت. فبالطريقة ديت اللي هي سهلة ومبسطة وهي تقريبية، طبعا تقريبية لكن مقبولة. هنحسب قيمة المومنت ماكسيمم مومنت ديو تو لايف لود اون ذا كروس جيردر. طيب بالنسبة للكيو ماكسيمم، علشان احسب الكيو عند هنا مثلا، لان انا عندي سبورت يمين وشمال، فافضل تحميل ان انا احمل ان انا اجي على السبورت ديت اقوم احمل هنا اللايف لود، مظبوط، هاجي احمل هنا اللايف لود تمام، واحمل الكاميرا كلها برضو باللايف لود. طيب انا هنا ليه ما حملتش، ليه ما حملتش هنا بلايف لود؟ لان انت لو حطيت لايف لود هنا يا جماعه، تصور ان انت حطيت لايف لود هنا الناحيه دي لاسفل، هيبقى علشان تاخد اتزان، هتلاقي ان اتزان وكانها ميزان لود نازل هنا، فهيبقى هنا الرياكشن هنا راسي لاعلى، وهيبقى الرياكشن هنا هيبقى لأسفل في نفس اتجاه اللايف لود. وبالتالي لما بنحط حمل الناحية دي في الكانتيليفر هنا هيكون الرياكشن بتاعه عكسي، عكس الأحمال اللي هنا، وده هيؤدي لتقليل الشير فورس. وبما أن الأحمال عندنا لايف لود وعايزين نجيب أقصى قيمة ليها، فاحنا هنا هنحسب الأحمال في الجزء ده، ومش هنحسب الجزء ده لأن لو حطيت الحمل بتاعه هيبقى الرياكشن بتاعه في عكس اتجاه الرياكشن الناتج عن التحميل في الجزء ده. وبرضو بنفس الطريقة هقول إن أنا هنا لو حطيت هنا فورس اللي هو 1 طن هيبقى الرياكشن عندي هنا 1 طن، هيبقى الرياكشن عندي هنا 1 طن. طيب وهنا هيبقى قيمته بايه؟ هتبقى هنا قيمته بصفر اهو، وادي واضح يا جماعه هنا المثلث اهو، يعني اطلع هنا من واحد توصل لغايه عند السبورت هنا القيمه بصفر، يعني لو كملت المثلث بعد كده هتلاقي ان القيمه بقت بايه؟ باشاره مخالفه للي موجوده هنا، المثلث هنا ايه؟ اتعكس. وعلشان كده احنا ما بنحطش احمال في الجزء ده. وبعد كده عند واحد بنيجي نكمل، بيكمل لغاية ما نوصل عند نهاية الكاميرا، تحميل الكاميرا تمام. تحميل هنا هيبقى هيساوي بي اللي هو بي اللي هو الجزء ده هيساوي البي زائد الجزء ده عندي اللي هو بي سمول ماشي، اللي هي بي سمول، فيبقى عندي بي كابيتال، بي كابيتال بتشابه المثلثات بي كابيتال زائد بي سمول، لما نقسمها على البي سمول فده بيديني الجزء ده اللي هو طبعا هيبقى اكبر من واحد، اللي هو وطبعا اللي هي جايه بتشابه المثلثات اللي هو الجزء من جزء هنا من نقطه الزيرو لواحد الى الطول الكلي
اللي هو بي اللي هو الطول اللي هو بي زائد الكانتليفر بارت اللي هو بي بي سمول ماشي يساوي هيساوي اللي هو الجزء ده على الطول الكلي هيساوي واحد على المسافه ديت فالمسافه دي هتبقى بي كابيتال زائد بي سمول على بي كابيتال ومن هنا برضو هعمل اسقاط للاحمال المركزه والمنتظمه علشان اخد بقى الشير واخد الاسقاط في القيمه الاسقاط في القيمه يديني القيمه بتديني الماكسيمم شير وهنا مثلا عندي هنا W3 هي W3 ماشي انا عندي هنا ناخد الجزء اللي هو W3 في البي زائد سي اللي هو هنا بي 3 مضروبه في الطول ده اللي هو بي زائد سي مضروبه في القيمه دي القيمه دي وديت جايه بتشابه المثلثات اللي هو الجزء ده على الجزء كلي ماشي ممكن اعمل تشابه للمثلث القاعده بتاعته واحد وممكن اعمل تشابه للمثلث اللي القاعده بتاعته بي كابيتال زائد بي سمول على بي كابيتال تمام وهكذا بالنسبه للحمل دبليو 3 ودبليو 1 ودبليو 2 وبالنسبه برضو للاحمال المركزه المعادلات هنا واضحه هنا قدامكم تقدروا تفهموا منها الموضوع محسوب ازاي بالظبط لو في حد عنده مشكله في حساب قيمه الاسقاط عن طريق تشابه المثلثات تمام ومن هنا هجيب الماكسيمم شير عندي ساعتها طبعا التصميم احنا هنا هنتوقف عند حساب اقصى احمال لان هنا التصميم للكاميرا ديت هيبقى تصميم بليد جيردر لان الكاميرا دي السبان بتاعها كبير 13 متر ونص ده معناه ان هي هيبقى القطاع يبقى كبير غالبا هيبقى بيلت اب قيمه محترمه وطبعا تصميم البيلت اب احنا درسناه الترم اللي فات في تصميم الكاميرا الرئيسيه وبالتالي احنا مش هنكرره تاني انتوا خلاص عرفتوه من الترم اللي فات هنكتفي هنا بحساب الاحمال التصميميه اللي هي ام ديد والكيو ديد والام ديو تو لايف لود والكيو ديو تو لايف لود شكرا ونشوفكم على خير في المحاضره الجايه